دكتور شكري زياني، طبيب مقيم في الأشعة، سكرتير جنرال دي سانديكا دي زانتيرن دي ريزيدون دو تونس. الجريف ذي جت على خلفية عدم احترام وزارة الصحة الاتفاق المنظر تاريخ 24 جويلية، واللي هو يشمل الإعفاءات متاع قانون الخدمة المدنية، يشمل الاتفاق على تأمين المستشفيات من ناحية العنف، يشمل زادة القانون الأساسي متاع الأطباء الداخلين المقيمين. الإضراب متاعنا هو إضراب قطاعي جزئي، معناه يشمل كان إطار متاع الأطباء الداخلين المقيمين، ويشمل كان العيادات الخارجية، معناه أقسام الاستعجالي قاعدة تخدم، والأقسام فينا ناخدين المرضى، معناه ثم طب لهين بهم وفما حتى مشكل. كنت عارفنا شوية بالوضعية الأطباء توا. وضعية الأطباء الداخلين المقيمين، يلزم العباد يفهموا الأطباء الداخلين المقيمين هما أطباء في طور التكوين، معناه بعد ما يكمل 5 سنين القراية متاع الطب، يعمل عامين متاع الطب الداخلي، ويتخرج بعدها طب عام، طبيب طب عام، وإلا ينجح في امتحان الإقامة في الطب، ويزيد 5 سنين بعد 7 باش يولي طبيب مختص. النضال الأساسي متاعنا هو نضال الحصول على قانون أساسي، على خاطر التقنين متاع المهنة متاعنا ومتاع الكور دو ميتيه، معناها كما نقولوا اللي تخي تخي ليميتي، معناها 4 فصول من عام 74 ما تبدلش. احنا بالنسبة للأطباء الداخلين عباد تخدم في أكثر من 70 ساعة، كي كوميول لي غارد ما تروحش لديارها، معناها 70 ساعة في الجمعة مقابل 670 دينار شهريا، معناها هذايا باش نكسر به الفكرة اللي عند العباد اللي أطباء أرستقراطيين ولا أطباء. احنا رانا طبقة كادحة، احنا عمال الفكر والساعد، خاطر الجراحة عمال ساعد والأطباء الآخرين عمال فكر. وزير الصحة يقول اللي العمل الأطباء الداخليين مش عاملين مزية، اللي قاعدين يتعلموا في المستشفى، شلون تجاوب لهذا؟ مانيش عاملين مزية على حتى حد، احنا مانيش رافضين راهو الخدمة الوطنية، أما نذكر السيد وزير الصحة اللي الأطباء هما النخبة متاع البلاد، النخبة راهي ما تلوحش، النخبة نستحفظوا عليها وكما في الكورة الكوارج الباهي ما يقعدش راهو معناها يخطفوه سينو، هذيك هو معناها النخبة متاعك، عندك معناها برشا آليات باش تسد الثغرات في المناطق الداخلية، أما الآلية هذه متاع قانون الخدمة المدنية اللي هو قانون تعسفي وقانون قصري، معناها يشبه شوية التسخير، معناها في دون لي لوا مارسيال، معناها احنا هذاك اللي رافضينه. احنا نحبوا عباد تمشي تخدم المناطق الداخليه عن طوعيه باش تعطي البلوس، خاطر الانسان ماشي بالسيف وفوق من قلبه وموش باش ياخذ شهريه وظروفه العائليه معناها الله اعلم بها، راهو إذا با فير البلوس اون بلوس دو سا. احنا مشكلتنا في القانون هذايا انه يسكر ابواب الانتداب اللي هو اهم معناها مطالب الثوره، معناها اللي هي التشغيل، خاطر كي باش تولي عندك عباد يمشيوا بالسيف كل عام ما عادش باش تتركريتي كوزاره الصحه انت. والحاجه الثالثه احنا رافضين على خاطر وهذه معناها يدخل في السياسات، معناها السياسات معناها نتاع التهميش نتاع قطاع الصحه العموميه والمغالطه، خاطر الطبيب راهو ماهوش سحار، الطبيب يلزمه امكانيات باش يخدم، والامكانيات هي الماتيريال معناها التقنيات اللازمه باش ينجم يقدم خدمات طبيه معناها موافقه للعلم والحداثه. معناها رانيا جابري طبيبه داخليه وعضوه في نقابه الاطباء الداخليين والمقيمين بدون الخدمه المدنيه. انا رايي الشخصي اني مانيش معناتها كونتر باش نمشي نخدم في الانتيريور، اما كونتر الطريقه تاع اللوا هذيا، كونتر لو فيت اللي نمشيو نخدموا في الانتيريور لسد الثغرات، مش نكونوا منتدبين ونخدموا على قاعده ونحسنوا من الخدمات اللي في المناطق الداخليه. يعني المريض اللي من المنطقه الداخليه عنده نفس الحق تاع المريض اللي في تونس، هذاك علاش لازمك مش كان تبعث له طبيب لابس بلوزه بيضاء اون ساشون اللي ما عندكش من عرش جراح، ما عندكش بلوك باش تشق طبيب قلب، ما عندكش كيفاش باش تعمل من عرش الكاتيه ما تلقاش كيفاش تحطه، ما عندكش تبعث طبيب تاع انعاش، ما عندكش كيفاش تنعش الصغار. هذا الكل مثال ما يوفرش المناخ اللازم للطبيب باش يوفر احسن الخدمات للمواطن. رانا مانيش ضد المواطن، رانا مع المواطن، وباش نتفاداو التعاملات هذيا اللي تاع هنا سكت العباد اللي ما غادي نبعث لهم طب، نحاولوا ان نقوموا بتحسينات جذريه لقطاع الصحه. احنا في 24 جويلية 2012 قدمنا مقترح تم الاتفاق عليه وصححناه مع الوزاره، فيه ينص فيه معناتها على حكايه هذه السيرفيس سيفيل، معناتها الخدمه المدنيه، معناتها الطبيب يتمتع بنفس الكريتير ديكزامبسيون كاي كور دو ميتي اخر، معناتها المراه الحامل اللي عندها صغار ولا اللي عنده كفالي، معناتها الشخص اللي عنده كفالي معفي من الخدمه العسكريه، احنا هذه ميم با نتمتعوا بها، معناتها
مثال نعطيكم قصة صغيرة. فما زوز طب متخرجين حديثا معناها زوز عيطوا لهم في دو سيتوات معناتها في زوز بلايص ديفيرونت. الراجل هما زوز معرسين وعندهم صغير. الراجل عيطوا له في نابل ومرته عيطوا لها في بيجا فرد وقت صغير لشكون. يعني حكايه كي من هذه تدخل الناس معناتها ما تنجمش تحط روحها في بلاصتنا. يقول لك انت اخترت معناتها مهنه الطب باش تعاون الناس. اي باش نعاون الناس وانا شكون يعاونني؟